السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فائدة عجيبة جدا بالنسبة للنساء، عليه بالنسبة للنساء والرجال. لماذا النساء؟ يعني مكون البارابين، لأن النساء يستعملن كثير من الكوسميتيك، يعني مواد التجميل والكريمات، صباغة الأظافر، صباغة الشعر، يعني صباغة الفم، كريمات على الوجه إلى آخره. هذه يعني بعض الأشياء التي تقي من أشعة الشمس، يعني لوشن، هذه الأشياء التي تستعمل في الحمام، يعني هذا يعني من أجل هذه الرغوة في الحمام إلى آخره. فيعني يعني كثير من المواد الكوسميتيك الآن التي تستعمل، ويعني هل هناك من النساء من لا تستعمل يعني على الأقل 3 أو 4 مواد من تجميل يعني في اليوم؟ لا يوجد. فهذه المواد قد تستعمل في يستعمل فيها مكون البارابين، ومكون البارابين الآن يعني خبر البارابين كان يعني في القرن الماضي، يعني في الدول الأمريكية وحتى في الدول الأوروبية الآن كان هناك ضجة كبيرة في بعض الجمعيات يعني التي قامت بمنعه. لماذا؟ لأن خطر البارابين هو يحدث تلخبط ويحدث خلل على مستوى الجهاز الأندوكريني، الجهاز الهرموني داخل الجسم، وهذا يعني هذا المشكل الجهاز الأندوكرين ينعكس على الغدة الدرقية. ونحن نعلم أن كثير من النساء لديهم، ليس كثير يعني جل النساء الآن عندهم مشكل الغدة الدرقية. نحن نعلم جيدا يعني نسبة الأمراض في العالم، لأن يعني لا يمكن أن نستعمل مواد أنها تحدث خلل على الجهاز الأندوكريني ولا يكون هناك خلل على الجهاز الأندوكريني. لا يمكن، من المستحيل. ان وليس شيء واحد، انما 50 و60 و100 شيء في اليوم، ليس يعني من البلاستيك، من يعني هذا الفلورير، الصوديوم فلورايد، من الاشياء هذه كثيره الان يعني من هذه معجون الاسنان الى اخره. فالبارابين، مكون البارابين يضاف الى مواد الكوزميتيك، الى مواد التجميل لتحفيظها لكي لا تنتن، لكي لا تفسد. وهذا البارابين يعني هناك أصبحت شركات كثيرة تكتب بأنه بدون بارابين، يعني بارابين فري. والنساء في أمريكا الآن يشترين الأشياء اللي فيها البارابين فري، يعني التي لا تحتوي على البارابين. فعلى الأقل نساء يعني هذه الدول العربية المغاربية، يعني هذا المحيط الذي يعني لا يصنع هذه المواد فهو يستوردها. لا يعني هذه الدول لا تصنع الكوسميتيك ولا أدوية ولا أي شيء، هذه دول مستهلكة 100%. قليل يعني بعض المعامل عندنا في المغرب، بعض المعامل التي تصنع بعض يعني الشامبوات أو بعض أنواع الصابون ولا بعض أنواع التجميل، عندنا معمل كبير مواد يعني التجميل في الدار البيضاء، ولكن يبقى سر الصناعة وأسلوب الصناعة هو مستورد. يعني الأسلوب الصناعي يؤدى عليه باتنت، يعني فهو مستورد فقط. أما أن تصنع هذه الأشياء في بلداننا فهي تعلب فقط، يعني حتى المارغرينات لا تصنع في البلدان العربية. فهذا يعني هذه الكوسميتيك، يعني هذه مواد التجميل، فيعني نحن نستهلك ونستهلكها بكثرة ونستهلكها بعشوائية. لأن يعني كثير من النساء يعني لا تبالي بما يكتب على التعليب، ولا تبالي حتى بالكمية التي يجب أن تستعملها. يعني كم يجب أن نستعمل من معجون الأسنان؟ فلا أحد يقدر عن شيء. فهو يملأ هذه البروسة، هذه يملأها كاملة ثم يدخلها في فمه. ولكن يعني الأمريكيين يتكلمون عن كمية العدس، كمية حبة عدس من هذا لكي يغسل الشخص أسنان. فيعني هذه الأشياء، البارابين، مكون البارابين، ويحدث مشكل على مستوى يعني النظام الأندوكريني. وسنتكلم فيما بعد عن مشكلة التستوستيرون عند الرجال، ويعني انخفاض الخصوبة يعني عند الرجال إلى آخره. فعلى الأقل النساء اللي عندهم غدة درقية يجب أن يتجنبن مواد تجميل ما أمكن، ما أمكن. لأن هذا البارابين ويستعمل تقريبا يعني يكاد يعمم. ثم الدول التي ليس فيها قوانين منع البارابين، طبعا ربما شركات ستصنعه، الدول الأمريكية والأوروبية عندها قوانين تحدد، لأن الـ FDA وحتى القانون الأوروبي يعني عندها قوانين تمنع أو تسمح، ولكن هذه الدول تستورد. فعليهم ربما تقوم صناعة صينية أو صناعة من دول أخرى، هندية أو دول أخرى، التي ربما تخرج بعض يعني المواد التجميل، خلاص صناعة صينية، يعني تخرج بعض مواد التجميل اللي ربما يكون فيها البارابين، ولا من شيء ربما يكون فيها البارابين. فعلى الأقل الناس يستوثقوا أن يقرأوا جميع البيانات المكتوبة على هذه الأشياء،
والنساء اللي عندهم مشكل الغدة الدرقية أن يتجنبن ما أمكن المواد الكوسميتيك، يعني ما أمكن. أنا لماذا؟ لأن ليس غير بارابين لوحده، وإنما بارابين مع أشياء أخرى مثل يعني الفلورير الصوديوم فلورايد الان اي اف، وكذلك يعني البلاستيك، مواد بلاستيكيه، هذا البيسفينول واشياء كثيره هذه التي يعني، وحتى الاوميجا 6 الموجوده في الزيوت المهدرجه والزيوت يعني المكرره، وحتى الشحوم الحيوانيه يعني هذه البروسيسد يعني التي تصنع مثل النقانق، اشياء كثيره الان التي تدخل في نظام تلخبط او نظام يعني ضرب النظام الاندوكريني، وعلى يعني على راسه الغده الدرقيه، مشكل الغده الدرقيه. يعني هذه غده صماء، هذه غده صماء يعني مباشره مع الدم، هي يعني لا يعني عندها علاقه مباشره مع الدم يعني. ولذلك نحن نوضح ان هذا الناس ما يبقاوش يعني في هذه الفائده الصباحيه، هي فائده يجب ان تبقى مع النساء، وعليا الرجال يستعملون كذلك مواد هذه الكوزميتيك، يعني ليس مواد التجميل ولكن مواد التنظيف على الاقل. فهناك اشياء كثيره سنتكلم عنها كذلك، لان التستوستيرون الان، مشكل التستوستيرون هو يعني وقع ضجه الان في يعني الباحثين الان في جميع الجامعات الان يتكلمون على مشكل التستوستيرون ومشكل انخفاض يعني الخصوبه يعني عند الرجال، وهذه الاشياء يجب يعني ان يعلمها الناس طبعا، لا يبقوا هكذا. فنحن في بلداننا طبعا مع الاسف الشديد يعني قوانين لا زالت هناك نقطة استفهام، فيجب أن يحضر الناس هذه الأشياء إن شاء الله. الكوليسترول الآن ليس من اللحوم، الناس يعرفوا هذه القضية دي. الكوليسترول ليس من اللحوم، هو الكوليسترول تأكسد داخلي، أن الكوليسترول الخبيث يتأكسد إلى الكوليسترول الحميد يتأكسد إلى الكوليسترول الخبيث. هو مرض فيزيولوجي الكوليسترول، وليس من تناول الكوليسترول الخارجي يعني نعم. في التغذية نعم. هذا من جهة نعم. من جهة أخرى أن الآن المضادات للأكسدة هي التي تخفض الكوليسترول نعم. وليس الكف عن تناول اللحوم أو أي نظام آخر نعم. الألياف الخشبية نعم. النخالة والفواكه، كثرة الفواكه والنخالة يعني مش النخالة، على الحبوب الكاملة مثل الشوفان نعم. الشعير نعم. هذه الأشياء هذه نعم. وطبخ بزيت الزيتون نعم. وعدم الأكل في الليل وعدم الأكل في كل في, 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 في أي وقت نعم. ثم يعني هذه ثم لازم ما يكونوش بيروكسيدات وميلانويدات الحلويات، لازم ما يكونش هذه الأشياء نعم. نعم. الكوليسترول الآن مفاعلة تأكسدية داخل الجسم، لأن تأكسد الكوليسترول الحميد، لأن خصو يبقى HDL، ومن اللي كيعملوا التحليلة كيلقاو دائما الناس الـ HDL ناقصة، أما كيمشيو غير الـ LDL طالعة، ولكن خصهم يشوفوا الـ HDL واش هابطة ولا لا. يعني طبعا إذا كانت الـ HDL ناقصة، هي ناقصة على حساب الـ LDL اللي غادا تطلع في التحليلة. هذا من جهة أخرى كاين الحركة، أن الناس ما كيتحركوش، خصوصا النساء ما كيتحركوش، يعني ماشي تعمل رياضه ولا تعمل المراه خاصها تعرق، خاصها تتحرك حتى تعرق، يعني الا كان تقوم بعمل منزلي جيد نعم، والا كان تتحرك خاصها تتحرك يوميا وبانتظام، وخاص هذه المسائل. ولكن من المستحيل ان يكون نظام نباتي ويكون الناس عندهم كوليسترول، من المستحيل.